الزاوية لا يقطفها اللاعب صابر وكاماتشو والهدف الهدف غليبة لسجل الهدف الغليبة. صابر تمرر وتجد الرأس غد تأختش واحد سلم كرة ولكن يعني ضربة جزاء ضربة جزاء ولكن الحكم عطى إذن ضربة جزاء تجي في الدقة 46 إذن في نهاية الوقت الميت البهجة والهدف احتجاج الحكم بدعوى أنه أحد اللاعبين رافق